السلام عليكم. اليوم فيديو جديد راح نحكي بيه عن التي ان زد افريج. طبعا الفيديو السابق كان يحكي بيه عن النودل وشون تحل طريق شلون تستخدم النودل بحيث تجد البي دبليو اف او البي وول هيد بريشر. البي دبليو اف يعني البوتوم هول بريشر، شلون تقدر تطلعهن من القوانين اللي عندنا. اما بويتمنت تستخدم اند كاربنتر اور تي اند زد افريج، قلنا تي اند زد افريج تستخدم للغاز. فنجي نشوف هنا فد مثال تطبيقي. طبعا هو المثال مو كلش صعب، بس انه فكرة التراي اند ايرور اللي هي اكثر الطلاب يواجهون بها صعوبة، وانا واحد منهم من كنت انه اواجه صعوبة خل من اريد احل بالتراي اند ايرور والمعادلة، وعندما من تكون المعادلة كلش طويلة بحيث اكو فد مشكلة تصير عندك. فنجي نشوف هذا المثال. المثال يقول a vertical pipe production، عندنا مطينا البرودكشن مال الغاز اللي هي 2 × 10^6، مطينا specific gravity الغاز 0.71، مطينا التيوبينج الاي دي مالته اللي هو 2.259، مطينا الديبث اللي يريد اله البوتوم هول بريشر اللي هو 5000 فوت، الوال هيد مطينا. انا قلت لكم انه اذا يريد البوتوم هول بريشر لازم يعطيك وول هيد، وعن طريقه تفرض اعماق او يعطيك عمق وتجزئ هاي العمق الى يعني شلون نقول اعماق محدده تنزل تدريجيا لحد ما توصل للبي دبليو اف. فانا مطينا البي وول هيد. زين اذا اعطانا بي دبليو اف ويريد وول هيد، فهذا تصير طريقه بالعكس، تنزل من جوا لفوق تصعد. هنا مطينا الفوق التوب ويريد البوتوم، فننزل من فوق لجوا. فمطينا تي هيد يعني التيمبريتشر عند السطح 150 فهرنهايت، مطينا التي ريسيفوار 200 فهرنهايت، مطينا الرفنس اللي هي 0.006، يريد شنو بوتوم هول بريشر. سؤال كلش حلو وسهل. فاول فقرة لازم نطلع الاف لام. طبعا هاي خطوات الحل تقريبا نقول ثابتة، يعطيك قوانين هو بالسؤال، مجرد تعوض وتطبق ما بها اي مشكلة، بس تجيك مشكلة انه شلون سوي تراي اند ايرور، والفكرة الرئيسية شلون تفهمها. فاول فقرة طلع الاف ام، هذا قانون الاف ام قدامك اللي هو 1 × 1.74 ناقص 2 لوج الاي للرفنس اللي معطيك اياه، هي موجودة بالسؤال لكل تربيع. مجرد تعوض الرفنس راح يطلع لك الاف ام. الفراكشن اللي هو الفراكشن اللي دا يصير عندك شلون طلع قيمته اللي هو طلعت 0.0174. زين وراها شو تسوي؟ هي الطريقة اسمها تي اند زد افريج، فلازم تسوي افريج لذني القيم. حتى تحصل على افريج لازم يعني حتى تحصل على افريج احنا نفرض قيمة للبوتوم هول بريشر، وعندنا الول هيد، فنطلعهن افريج مثل ما نشوفه هنا بي افريج، حتى نطلع الزد شنو افريج، لان هي الافريج هي عبارة عن تجمع القيمة الاولى والثانية تقسمها على 2. فهو قايل لك يريد عند عمق 5000. اكو طريقتين للحل، بما انه مطيك عمق محدد يعني هو يريد البي دبليو اف عند 5000، فتقدر حتى تكون الحل مالتك كلش صحيح انه جزئ ال 5000. طبعا احنا على السطح نقول صفر، فجزئ ال 5000 كمثلا 500 1000 1500 هيك الى 500 500، فكل 500 تاخذ لها تدخلها بالمعادلات، تفرض لها يعني ضغط وترجع تدخلها بالمعادلات، فتصير الحل كلش طويل بس دقيق. هنا بهذا المثال لا، قبل فارض عند الخمسة آلاف قيمة الضغط جقد 1000، يفرض كيفك تريد تفرض 1000، تريد 1200، تريد تفرض 900، كيفك انت، بس انه تفرض شنو اهم فقرة، انه تفرض الضغط اعلى من البي وول هيد، لان البوتوم هول بريشر قلنا كل ما ينزل العمق راح يزداد البوتوم هول بريشر، بينما عندك هو 800، فكل ما تقل لازم يزداد. فانت الفرضية مالتك تكون شلون، لازم تفكر بها، الفرضية تكون مالتك اعلى من البي وول هيد، بالتالي احنا فرضنا الف فراح يكون اعلى من البي وول هيد. فالالف شو تسوي؟ تاخذ افريج للبريشر، 800 عندك زاد 1000 على 2 طلعت 900،
فبالتالي تطلع الزيت، طبعا هذين القوانين المفروض عندك. فتطلع الزيت، تطلع الزيت بوينت 92. زين هسه اهم فقرة انه تقدر تحل اما تجزئ هذا العمق او تاخذه كله كعمق واحد. بس قلت لك انه اذا جزئته الى اقسام راح يكون الحل ادق بس اطول. نيجي نطلع قيمة الاس، طبعا هاي القانون مال قيمة الاس، ف 0.0375 في السبيسيفيك جرافيتي اللي معطينا اياها 0.7. العمق هنا اذا جزئته مثلا 500، هنا أنا تكتب 500 طبعا، اذا جزئته يعني بديت من 500 وراها الالف وراها 1500، فكل ما تجزئ تطلع قيمة اس تاخذ قيمة يعني الارتفاع او العمق تعوضه اللي فرضته. بس هنا أنا بما انه هو رأسا اخذها 5000 فتنزله 5000. وراها الزيت، قيمة الزيت طبعا اذا تريد تراجع او شلون تقسم العمق شوف الفيديو اللي شرحته قبل هذا مال نودل اناليسيس، راح يوضح لك انه شلون يكون التقسيم. يعني انا شرحت هناك شلون تقسم الاعماق. فنرجع نكمل الزيت اللي طلعناها من القانون، التي عندنا اثنيناتهن زائد 460 هذا حتى تحولها من فرنات الكلفن، فيطلع لنا الاس ايش قد 0.235. وراها نطلع اي لي اس، الاي لي اس 0.237 شي يساوي 1.2624، فطلعنا الاي لي اس. نجي نشوف القانون الرئيسي اللي نريد نحل عليه. هذا القانون الرئيسي من تجي مجرد تعوض القيم، عوضنا القيم اللي وجدناها بالبداية، لأن القيم كلها اللي طلعناها من القوانين ذني راح نجي نعوضها هنا. بس انتبه هنا بي دبليو اف تربيع، احنا اللي نريده بي دبليو اف بدون تربيع، يعني بالاخير نجذر هذا كله نجذره حتى يطلع لنا الناتج صحيح. فبالتالي نجي نعوض هاي القيم اللي طلعناهن. هسه هذا ايش قد قيم طلعناها؟ طلعناها واحد، تقدر تعوضها 1.2 وكيفك. 800 تربيع زائد هذا الثابت اي ناقص اي اس اس ناقص واحد، الفراكشن عندنا بوينت طلعناهن، الكيو اس سي طلعنا اللي هو طلعنا بالسؤال، الزد تربيع ربعة، والتي التي هي عبارة عن 150 زائد 150 زائد 200 على زائد 200 هي هاي نفسها. هذا الناتج مالتها يطلع 622.5 زين تربيع. الدي اي اس 5 اللي هي الدايميتر اللي هو هذا اس 5، فحيطلع لك البي دبليو اف تربيع تجذر يطلع لك 937. احنا اللي فرضناه بالبداية الف مو صحيح، فال 937 ما طلع نفس الالف، فبالتالي اذا هذا الضغط اللي فرضناه غلط او مو دقيق. زين هسه هاي افتهمتها انه ليش راح يرجع يفرض مره ثانيه، لان اللي طلع من هذا المعادله مو نفس اللي فرضناه بالبدايه. بالبدايه ايش قد فرضنا احنا؟ الف، فطلع مو نفسه او قريب عليه. هسه لو طالع 900 مثلا 98 اوكي، 999 997 قريب من الالف، بس هنا الفرق هوايه، فرق تقريبا يعني مو قليل. فنرجع ايش نسوي؟ نفرض قيمه البي دبليو اف، يعني نبدي مرة الأخ نفرض نرجع نشوف، نبدي كأنما من أنا من هاي الخطوة عند الخمسة آلاف، نقول نفرض بدال الألف شو راح نفرض؟ نفرض القيمة اللي طلعناها من المعادلة هاي. زين نفرض هاي القيمة، فبدال الألف راح نفرض اسيوم بي دبليو اف 2 شقد 937، نفرض هاي القيمة اللي طلعناها من القانون اللي طلعت لنا من القانون هذا اللي عوضناه، مو طلعت لنا 937، نرجع نفرضها هي ناخذها نفسها، نجمعها ويا ال 800 اللي طلعت اللي هي اصلا عندنا اللي هي وول هيد بريشر، راح يطلع لنا البي افرج قد 868. نفس الخطوات السابقة، مجرد تعوض بدل البي نطلع قيمة الزيت، نطلع قيمة الاس بالقوانين نفسها، نطلع اي لاس وراها نرجع نعوض بهذا المعادلة الرئيسية. من راح نعوض بهذه المعادلة؟ يعني هذا القيم اللي حصلناها ورا ما فرضنا البي دبليو اف 937 راح يطلع لنا البي دبليو اف 936.5، اذا كلش قريبة، وهذا الناتج اللي راح نعتمد عليه.
لان كلش قريبه من القيمه اللي فرضناها. اذا الترايل اند ايرور انه القيمه اللي فرضناها من نعوضها بالمعادله الرئيسيه لازم تطلع مقاربه لها، هي هاي الفكره من السؤال، انه القيمه اللي تفرضها لازم من تحل بالمعادلات يطلع لك نفس القيمه المفروضه، بس لا تنسى انه تاخذ افريج لان هي اصلا تي اند زد افريج. بالتالي هي هاي فكره تي اند زد افريج. طبعا هاي اكو هواي افكار، فانت كل ما تحل امثله عليها راح تلقى لك فكره محدده، بس الفكره الرئيسيه من الحل انه هذا يكون بهذا الشكل. الموضوع كلش سهل وبسيط، بس انه تعتمد على طريقه تقسيم الاعماق اللي انت قد تاخذها. قلت لك كل ما تاخذ اعماق ادق كل ما راح يعني تقسم الاعماق كل ما راح تكون الناتج ادق. ان شاء الله تستفاد من هذا الفيديو وشكرا.